مرحبا بكم مستمعي إذاعة لودجي راديو ومشاهدي قناة لودجي تيفي. فقرة كيرويك، الفقرة اللي كرافقكم من خلالها أنا عايشة بوسكين مجموعة من المواضيع اللي كتهم الصحة الجسدية والنفسية ديالكم. من الطبيعي جدا مستمعينا أن نتفق جميعا أن وجود فرد مصاب باضطراب الشخصية النرجسية في حياتنا، سواء كانت علاقة صداقة أو علاقة عاطفية أو حتى مهنية، ليس بالتجربة الممتعة على الإطلاق. لكن دعونا قبل ذلك نتفق أولا أن كل شخص يملك نسبة طبيعية من النرجسية في داخله، حيث تشعره هذه النسبة بالفخر تجاه إنجازاته وتحثه على مشاركتها مع الآخرين. هذا النوع من النرجسية يعد صحيا وهو أمر منطقي لا عيب فيه، ولا يدخل في إطار الاضطراب التي سأتطرق له. فإذا كنتم مستمعين غير واعين بصفات هذا الاضطراب النفسي الخطير، تعالوا لنتعرف جميعا على ما هو اضطراب الشخصية النرجسية، ما هي أعراضه وطرق العلاج. حسب مجلة بسيكولوجي توداي الأمريكية، فإن اضطراب الشخصية النرجسية والمعروف اختصارا بـ NPD Narcissistic Personality Disorder هو أحد اضطرابات الشخصية النفسية المتعددة، ويظهر على شكل حالة عقلية يعاني فيها الشخص من إحساس متضخم بأهميته وحاجة عميقة لإثبات أفضليته وتفوقه على المحيطين به، ذلك أنه مع قرارات نفسه يشعر بتقدير متدن للذات وهش للغاية، قد يتحطم أمام كل شخص ذكي ومتمكن من معارفه. لذلك غالبا ما نجد أن الشخص النرجسي تكون علاقاته متوترة ومضطربة مع جميع من يتواجد في محيطه. فالسلوك الذي ينهجه المصابون بهذا الاضطراب حسب علماء النفس يطلق عليه اسم تروفي كومبلكس، أي عقدة البطولة، حيث يلجأ النرجسيون إلى استخدام امتيازات أو صلاحيات أو منصب أو إنجازات لتمثيل ذواتهم ولتعويض عن شعورهم الحقيقي بالنقص. فيما يتعلق بأعراض هذا الاضطراب، فتتمثل أساساً في شعور مبالغ فيه بأهمية الذات، وشعور الدائم بضرورة استحقار الآخرين وإظهارهم أنهم لا يفقهون شيئاً، وأن النرجسي وآراؤه هي دائماً على صواب ولا تستدعي النقاش والإقناع. من سماته أيضاً انتظاره من الآخرين الاعتراف به كشخص متفوق حتى دون وجود إنجازات تبرر ذلك، كما أنه يستغل مجهودات الآخرين وينسبها لنفسه حتى تسلط عليه الأضواء وليس على غيره، إضافة على أنه يتلاعب نفسياً بضحيته ويظهر الطيبة كلما ادعت الحاجة لكي يصل إلى مبتغاه ثم يعود لنرجسيته. الأساليب العلاجية لهذا الاضطراب ترتكز على العلاج بالحوار والتواصل، أي العلاج النفسي، وقد تحتاج بعض الحالات إلى الأدوية إذا صاحبها أي اضطرابات أخرى في الصحة العقلية، كما أن العلاج السلوكي المعرفي من شأنه تحديد أنماط السلوكيات والأفكار غير الصحية لدى الشخص النرجسي واستبدالها بأنماط صحية. لكن أساس العلاج يقوم على تقبل المصاب أولاً بأنه يعاني من الاضطراب، وموافقته ثانياً على متابعة الجلسات العلاجية. فأنتم مستمعين، هل سبق لكم وأن صادفتم شخصاً نرجسياً في حياتكم؟ بهذا مستمعين كنكون وصلنا لنهاية فقرة كيرويك. نضرب لكم موعد لا سمي بخصوصية كاملة على تيريداتكم الرقمية لودجي راديو، وكذلك على قناتكم لودجي تيفي.